أمر طاقتي خمسون ألف وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وآمل مع رفاقي الكشف في محجر وأطفالي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والأكل أرسل الصدقات من بابك ولا أصبر أمام بلاط أعتابك عربي 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 صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب وقبل تفتح الحقب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب أنا عربي سجل أنا عربي ولون العين بني وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تهمش من يلامسها وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها بالحقل والمحجر فهل تغضب تسجل أنا عربي ولدت كروم أجدادي من غضبي أنا عربي